53 عاما عاشها الراحل رشدي أباظة الذي رحل عن عالمنا في عام 1980. عاش خلالها نجاحات وانتصارات وأزمات كثيرة، لكن أصعبها كانت السنة الأخيرة في حياته، وتحديدا بعد أن شخص الأطباء حالته بأنها سرطان في المخ، لكنه لم يستسلم للمرض. قاوم وخضع لجراحة وكان مستمرا في الوقوف أمام الكاميرات وإمتاع جمهوره. لحظات رشدي الأخيرة قضاها وسط أسرته وأشقائه، حيث كان أقربهم إلى قلبه شقيقه الفنان الراحل فكري أباظة وشقيقته منيرة أباظة.